السلام عليكم. صندوق النقد الدولي أصدر اليوم توقعاته حول أسعار النفط لعام 2018، واللي يجب على الدول المصدرة للنفط أن تحققها حتى تعالج العجز الهائل بموازناتها. السعودية مثلا راح تحتاج أن يصل سعر برميل النفط إلى 70 دولار حتى تسد العجز اللي بموازنتها، في حين إيران تحتاج أن يصل سعر البرميل إلى 57 دولار. أما بالنسبة للعراق فالمفروض يكون سعر البرميل 56 دولار، والجزائر 54، والبحرين 95، أما قطر ف 47 دولار، بالوقت اللي ليبيا تحتاج يكون سعر البرميل 78 دولار. بنفس السياق النفطي، وزارة النفط قررت إشراك القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع النفطية المختلفة، ومنها المقاولات الثانوية أو الساندة أو المناقصات المعلنة أو الدعوات المباشرة. الوزارة قررت إشراك هذه الشركات الوطنية والأجنبية بنسبة ما تقل عن 10% بجميع المشاريع المعلنة من قبل الوزارة، فضلاً عن اشتراط تشغيل الأيدي العاملة العراقية واستخدام المواد المصنعة محلياً. هذا الملف الاقتصادي أثار انتباهنا اليوم، أما ملفاتنا لهذه الليلة فهي كردستان حتى الموازنة يا بغداد، وسيركو تعشق أجواءنا رغم الغبار. وأخيرا سوتها بغداد وبدت تغير بإعدادات موارد إقليم كردستان. ما نقصد السيطرة على المنافذ ولا التحكم بالجمارك والضريبة، وما نقصد الهيمنة على آبار النفط، إنما المقصود هو اللي سمعناه اليوم عن خصم نسبة الإقليم من الموازنة، بحيث راح تكون 12.67% بعد أن كانت 17%، يعني حصة الإقليم راح تنزل 4%، وهذا بحساب المليارات يوصل للعظم وينخره نخر. قلنا بغداد راح تخصم ميزانية كردستان، آسفين عيوني التعبير خاننا، السالفة مو سالفة خصم، لأنه 17% أساسا صارت مثل الخطأ الشائع كل حكومات ما بعد اياد علاوي مشت عليه، وهو خطأ وكان المفروض يمشي على 12.9، بس الأكراد وسطوا الأمريكان وضغطوا على بغداد المقصقصة جناحاتها بذيك الأيام، وجيب الليف وودي الليف سواها دكتور اياد علاوي اللي كان يمتلك السلطات التنفيذية والتشريعية 17%، ومن ذاك الوقت صارت سنينه. هذا اللي صار فعلا، وحسب مصادرنا الموضوع انطرح باجتماع ضم رئيس اللجنة المالية بالبرلمان محمد تميم ورئيس الوزراء حيدر العبادي قبل كم يوم. تميم قال للعبادي إذا دزلنا الموازنة ونسبة الأكراد بيها 17% ترى ما راح نمشيها، احنا ناس حقانيين وحق الإقليم هو 12.9 حسب المحافظات وتعدادها السكاني، وتالي مجلس الوزراء سول عليه رغم أنه اليوم ما صوت على الموازنة ودزها المجلس النواب باجتماع الأسبوعي. هسه شنو اللي يخطر بالبال؟ اللي يخطر بالبال الكردي هو التالي: بغداد ضغط وانتشت وجاي تبالغ بإجراءاتها العقابية، وهالمبالغة راح تعم على فقراء كردستان بالتالي، لأنه الطبقة السياسية ما يهمها. أما اللي يخطر ببال الآخرين من خارج الإقليم فغير شيء، كل ما هناك أنه بغداد كانت عاجزة عن تطبيق القانون على الإقليم وهسه بدأت تسترد عافيتها، فشنو المانع ترجع تغير الإعدادات على ضبط المصنع، عفواً على الدستور؟ شنو اللي يمنع تطبيق النظام والمبدأ الأساسي هو ما لبغداد لبغداد وما للإقليم للإقليم؟ عوفكم من الرومانسيين اللي يخطر ببالهم أن كردستان المتمردة دائماً على بغداد لازم نعاملها بطريقة المؤلفة قلوبهم حتى نكسبها. عوفوا هاي الفكرة، لأنه حسب رأي بعض المتشددين تجاه الإقليم هاي الطريقة بالتعامل هي اللي وصلتنا للي وصلنا له. كردستان مدللة واللقمة اللي تبقى بالصينية دائماً من حصتها، هالشكل المتشددين يحجون مو إحنا.
احنا ما لنا علاقة وكل شيء ما محصلين من الموازنة، بس شلعان القلب وكتابة التقارير. وحتى تقاريرنا نسبة الصح بيها عندنا 12.9 مو 17%. رحب بكم نناقش هذا الملف مع السيد محمد تميم رئيس اللجنة المالية النيابية، وكذلك السيد مسعود حيدر عضو اللجنة المالية النيابية أعضاء مجلس النواب العراقي. حياكم الله. أستاذ محمد، أسأل الأراضي المتنازع عليها وأخذتوها المنافذ وأخذتوها مو؟ لا ما أخذ المنافذ. منافذ شنو؟ اليوم سلم منفذ في شخابور اللي هو أم منفذ اللي سوى إطلابة مال 96. لا يعني لا سوى إطلابة مال إبراهيم الخليل. أي المهم بالنتيجة كفرق بالنتيجة بغداد تحس بنشوة وظاهر جاي تضغط. شنو الموازنة صارت حق مكتسب 17% من 2005 2004 لحد الآن؟ زين جايين اليوم مشروع موازنة معد ومجلس النواب اليوم ناقش ما صوت عليه، عفوا مجلس الوزراء اليوم ناقش ما صوت عليه ومخفضيها إلى 12.67. أي حوالي 12.7. أي ليش؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي وصديقي الأستاذ مسعود وأيضا المشاهدين الكرام. حقيقة يعني موضوع التخفيض وتخفيض النسبة ماكو شيء اسمه حق مكتسب، اكو شيء اسمه نسبة سكانية. الحكومات السابقة جاملت الكرد، وكان سمعنا في أصوات في موازنة 2013 وحتى 2012 بضرورة العودة إلى النسبة الحقيقية المعتمدة اللي هي حددها وزارة التخطيط، لكن بالأخير تسويات يعني إقرار الموازنة خلت أنه الأمر يمشي لـ 17% ومشت على هذا الحال. أما أنت من ترجع إلى الحق ووفق الاستحقاق مثل ما تأخذ البصرة وتأخذ الموصل وتأخذ الأنبار وتأخذ ديالة وتأخذ بغداد على عدد سكانها من الموازنات، يفترض المحافظات الإقليم تأخذ على عدد سكانها. هي الخوف الآن مو إلا القضية، بالمناسبة الهدف مو أن نريد نستهدف الفقراء، لكن إحنا وارداتنا النفطية وغير النفطية واضحة وكلها بها شفافية. الشفافية ما موجودة بالإقليم بالنفط أولين. هذا البي شفافية يوزع بشكل اسمح لي هاي تبقى مشكلة كردية تبقى لا 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 مو مشكلة كردية. شلون تقدر تنزل موازنة وانت ما عندك تعداد سكاني؟ هاي اولا. وشلون تتعامل مع محافظات طيب 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 مع محافظات وهو طيب اقليم؟ زين شنو معياري؟ شنو المعيار اللي انا احدد به الموازنه؟ اليس وزاره التخطيط الجهاز المركزي للاحصاء حتى وان كانت قراءات استقرائيه؟ احنا على هذا بدنا نحدد، هذا معيارنا اللي بدنا نحدد به الموازنه، وهذا المعيار اللي بدنا نحدد به عدد سكان العراق، وهذا المعيار اللي بدنا نحدد به عدد سكان اللي نجري به انتخابات وتنتج العمليه السياسيه وتنتج الحكومه وتنتج غيرها. زين انا اذا هذا المعيار اعتمده، ليش ما اعتمد من ال 4% دا اشيلها من حصه منو دا اشيلها واوديها؟ القضيه مو هنا، القضيه هذا الاستهتار اللي صار بقضيه الاستفتاء وغيرها والمشاكل. احنا الان من كتبنا هاي يعني عقوبه؟ لا لا مو العقوبه، لا 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 مو العقوبه. تعاقب شعب كردستان والله شنو؟ اكو عندهم قيادي وسياسي وقائد اتخذ قرار خاطئ. اقول لك العراق ايش قد دفع ثمن بسبب قرار صدام حسين بدخوله للكويت؟ الى اليوم ندفع ثمنه، الى اليوم ندفع نسدد ديون. احنا كنا نتامل بالخطاب يطلع ويقول انا اعتذر، ما طلع قال اعتذر، قال هذا لن يمحى، لن يمحى. اسمح لي خليه يروح يتلقى. شوف اليوم حلقة شوف شوف مالية مو سياسية. سيتم طرح، وهذا الطرح موجود وسمعته قبل ان ادخل الاستوديو. اننا سنطالب بعض النواب، سنطالب مو من عندي بس سمعت اننا سنطالب بالفرق المتبقى اللي هو حوالي 4% مال السنوات من 2004 الى اثر رجعي. يعني اثر رجعي يعني موازنه 2018 تطبق باثر رجعي. لا 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 4% وين راحان؟ تعال خلينا انا اقول لك وين راح. اسمح لي خل اسمع خل الرقابه الماليه لاتحاد الديوان خلي بس يطبون زياره يشربون شاي يشربون لبن اربيل بطلنا من الشاي. كاك مسعود قبل الاجتماعات مال اللجنه هميك ياخذ كل الجو منكم؟ لا لا هو لحد الان ما حضر غير اجتماع واحد ما حضر على اعتباره هو راح صوت بالاستفتاء فما موجود. لا اسمه ما موجود بالقائمه. اسمه ما موجود بالقائمه. الحضور هذا اتهام باطل. اقول لك انا يا نائب كنت يجي اساله صوتت لو ما صوتت؟ اعبر عنها. صوتت لو لا؟ هذا حق يحتفظ به كل انسان لنفسه، حتى في الدول الديمقراطيه
اللي احنا نتمنى ان نوصل الى نسبه ضئيله جدا منهم. هذه الامور هي امور صوتت لو لا هذه امور شخصيه هسه ما قايل لك انا مصوت بنعم لو لا خلينا هذه امور شخصيه خلينا نرجع للماليه شوف لا قبل انا اشوف انه ماكو داعي اليوم اسمع اعتراضات كردستانيه كرديه من نواب المسؤولين من اصحاب راي انه حكومه بغداد خفضت ال 17 سوتها 12 فارزه 67 بس بالنتيجه هي ما القانون الموازنه ومشروع قانون الموازنه ما يقول ايش يقول ال 17 باقيه بس ال 5% او ال 4% وكسر هاي حصه اقليم كردستان في المصاريف الاتحاديه في السياديه في السياديه والاتحاديه لا الموضوع مو هيك في الحقيقه فكره ال 17% هي اتت من انه بوقتها ما كان عندنا احصاء وثلاث محافظات كرديه كانت تمثل حوالي 17% من 18 محافظه عراقيه ورسخ هذا المبدا طبعا بالنتيجه ما كان يدفع للاقليم الى 2013 ما كان 17% كان بحدود ال11 او ال12% لان يعني ينقص منه النفقات السياديه والحاكمه وطبعا النفقات السياديه في الدوله العراقيه سنه بعد سنه تزداد هذه النفقات السياديه وصلت في 2015-16 الى حوالي 35% من اجمالي بس نحكي عن المجمل من احكي عن المجمل اي بس حتى نكون واضحين يعني انه والله الاقليم كان يدفع للاقليم 17% ما كانت تدفع للاقليم 17% هاي نقطه النقطه الثانيه من 2015 وهذه النقاشات كانت موجوده لا كلمه الانفاق الفعلي لانه كان يدفع للإقليم على أساس الموازنة التخمينية هاي 11% وال 12% لكن من 2015 في مجلس الوزراء نوقش نقاشات واسعة أنه حصة الإقليم تكون على أساس الإنفاق الفعلي للدولة العراقية وهذا اللي وارد وهذا النص اللي وارد في موازنة 2018 هاي صارت نقطة ثابتة لذلك ما يدفع أو ما دفع للإقليم في 2015 ما كانت هاي النسبة الموجودة في الموازنة التخمينية وإنما كانت تدفع للإقليم حوالي 50% من استحقاق الإقليم باعتبار أنه العراق يمر بأزمة لا 50% معوضها بطرق أخرى لا 50% من هاي الـ 11% يعني تقدر تقول 6% كانت تدفع للإقليم وليس 11% والآن ليه 6% تخفيض لأنه كان يحسب على أساس الإنفاق الفعلي للدولة الدولة شقد تنفق فعلياً وهذه كانت نقطة نقاش واسعة خلال هاي السنوات لا وأسباب أخرى أنه الإقليم كان يصدر نفط وما ينطي هذه تحسب على شوف تخصم كل البراميل اللي يصدرها الإقليم تخصم من حصته هاي كلها في إحنا كلجنة مالية شرعناها وكلها وصارت نقاشات طويلة ومثل ما الدكتور محمد الآن دي يصيح صياحات أكثر من هذه زين هاي موجودة بعدنا ما صيحت بعد ما جايينكم بس تعرف الموضوع مو في الـ 17% أو في الحقيقة اللي أنا أشوفه الإقليم يتعرض إلى أنا ما أسميه مؤامرة الإقليم يتعرض إلى محاولة للتقسيم على أرض الواقع وطبعا المسودة شايف الدكتور محمد وأنا أيضا شفته كل ما موجود في قانون الموازنة هو ترسيخ مبدأ أو فكرة والفكرة هي إلغاء الإقليم ككيان سياسي ودستوري خاصة عند الإشارة للتعامل كمحافظة طبعا لأنه شوف يأكد في كل مكان حكومة محافظات إقليم كردستان ماكو هيك شيء بالدستور هذه كلها مخالفات دستورية وهاي أول موازنة بها هذا النص طبعا هاي المفردات شوف هذه المفردات تأكد اللي أنا نشرته القضية المالية ما لها علاقة لا اسمح لي اللي أنا نشرته فيما يتعلق بالاتفاق السياسي لتسليم المناطق المتنازعة هو سربه زين فتأكيد على أنه أكو محاولات إقليمية لتقسيم الإقليم إلى إدارتين ومحاولة لأن أنا العام في نقاش أعتقد الدكتور كان موجود هو سيد رئيس الوزراء طلبت أنه يدفع رواتب أريد نص صريح حتى يكتبوه هسه الشباب على الشاشة يعني مشروع موازنة 2018 محاولة للتقسيم
محاولة لتقسيم لإلغاء الإقليم ككيان دستوري. لإلغاء الإقليم ككيان دستوري شباب، حلوة هاي العبارة، إلغاء الإقليم ككيان دستوري. لا وجهة نظر، ما راح تنجح. لا لا هذا مالية. لا عفوا عفوا، بس خلي أدعم. أرجع لك بهذه الجملة من رئيس السيد رئيس الوزراء العام الماضي في موازنة 2016، أنا طلبت منه يدفع مستحقات الإقليم ورواتب الموظفين للمحافظات. قال روحوا الغوا الاقليم تعالوا ناقشوا وياي، فهذا ترسيخ لمبدا الغاء الاقليم. لا هاي الجمله اللي استخدمها رئيس الوزراء احتمال جمله اعتراضيه راد للنقاش. هذا لا لا هو سؤال. لا انا اريد اسال سؤال. خلينا عندي سؤال، انا عندي سؤال على هذا. الموازنه مال 2018 ما راح تمشي هذا على الاداره هاي. لا تمشي. لا انا عندي سؤال. ما راح تنجحون بسعيكم لاستخدام الموازنه كطريق أو مسلك قانوني لتقسيم الإقليم. من أشوف اليوم شخصية معتدلة ومهمة من اليكتي وقريبة بجواء اليكتي وصديقة البغداد السيد عادل مراد ينتقد وبشدة إجراءات بغداد أو نية بغداد عما سر من مشروع الموازنة، هذا معناها إجراءاتكم ستوحد الكرد وسيفشل مشروعكم في تقسيم كردستان إلى إدارتين. يعني هذه يعني خليني اسميه قرار ظني او ظنون انه لا تسمع هسه ما قاطعتك زين. اولا هي ليست معلومات، بس السؤال الان راح افترض افتراض، اذا ما بغداد استلمت مطار السليمانيه واستلمت المنفذ الحدودي اللي بالسليمانيه مع ايران وبغداد كانت ملزمه امام هذا، ما بقى عليها حجه تروح تدفع رواتب اقليم رواتب محافظه السليمانيه، هذا راح يقول يريد يفتت الاقليم. يعني استاذ مسعود راح يعترض على دفع رواتب السليمانيه اذا اخذنا المطار الفقير القاعد بالجبل او قاعد بغير مكان او قاعد بقريه نايش مستفيد من المطار او شو مستفيد من المنفذ الحدودي؟ وخلص اسلم المنفذ الحدودي حسب الدستور واسلم المطار وادفع له رواتب وخلي ليش كل 6 أشهر 7 أشهر ما مستلم راتبه؟ يعني وهذا الاجراء سينطبق حتى على اربيل عند تسليم ابراهيم الخليل وفي شخابور والمطار، وبالتالي طبقنا القانون. يعني جوعتوهم حتى توهم. لا تقول لي جوعتوهم وهذا السؤال ما يصير بهالطريقه. لا شلون اسالك حق الرد باي طريقه؟ هاي وجهات نظر جات تنطرح، هاي مو متبنياتي. جوعتوهم حتى تقولوا لهم كاك مسعود جوعكم وغناكم واكلكم وخبزتكم ورواتبكم يمنه، هذا اللي جاي فهمه أنا منه. إحنا ما أدري هو التغيير، هم رفعوا الراية وقالوا صوت سياسة الديمقراط الكردستاني وصوت سياسة كاك مسعود وماكو شفافية في النبط، ويوم يصيحون مو سائل يوم مو ساكت. وهذا كلام صحيح، أنا متفق معه. وبالتالي خلاص خلينا نجي ايش معنى ليش النفط اللي بالبصره يذب على اهلها دخن وسرطان، وليش النفط اللي بالكردستان ينباع يذب الدخن على اهل كردستان والفلوس تروح بغير جيوب؟ والله خلي يتوحدون اهل البصره ويسوون اقليم. اسمح لي وياخذون حصه اقليم. لا 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 تجيهم بالسلسله 7-8 مليار دولار. احكي على الدستور، مو تروح تقول الدستور يقول النفط والغاز ملك للشعب العراقي. كركوك تنطي نفط للعراق من 27 الى اليوم. ايضا كان عندنا نجم الدين بلايمه الاخيره ورا ما صارت، هو البارتي امورهم زينه، هم يبوق نفط ويروح يبيع وتروح لا ندري وين، وحليت له نصب الموازنه مال 17 انه حساب كركوك يجب ان يكون في المصارف في كركوك، نجم الدين فتحها في حسابه في كردستان وما نعرف ايش بده ينصرف وين راح بالفلوس. هذا عكس غير اقدر اطمئن اضيف لها لواري. اسمح لي يا اخوي اضيف لها التناكر واللواري كانت تطلع تهريب من حقول كركوك بالاتفاق، وحتى من قيادات الاتحاد يعرف بهذا اللي صار ويعرف شنو اللي سووه بكركوك. اقدر اطمئن انه اللجنه الماليه برئاستك راح تصدر موازنه سياسيه. لا 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 ستصدر موازنه مهنيه مبنيه على القانون وعلى الدستور، وكل محافظه ستاخذ استحقاقها وفقا لعدد السكان. اما واحد يظل مترحي وممدد والله اني هذه لن تتكرر نصوص في الموازنه تعطي امتياز لاخر على حساب محافظ اخرى، هذه ما راح تتكرر. كاك مسعود اليوم كنت حريص انا استضيف من الجانب الكردي نائب كردي معارض للبارتي ومعارض لكاك مسعود حتى اطلع الكرد كلهم متوحدين حول هذا الموضوع. انا معارض. زين انت معارض، انطيني وجهه نظرك حول هذا الموضوع. زين حول هذا الموضوع بالتحديد، حول هاي النيه هسه ما اعرف استاذ محمد بتحمس بس هي تبنية الحكومه راح يتم يعني العمل. الموازنه الحكومه ترى ما جهتنا الموازنه، دائره الموازنه بوزاره الماليه تعدها ونقاشات طويله من شهر السادس تبدي من شهر الخامس،
وعود بالتاسع بالعاشر تنعرض على الحكومة. لا ما اكو شيء بالعراق، هذه كلها مسألة مناقشتها واستراتيجية الموازنة، وهذه ما اكو شيء. يعني أنا أدري قبل فترة سيد رئيس الوزراء كلف المستشارين الاقتصاديين وزارة المالية بإعداد مسودة الموازنة على هذا الشكل الموجود. رئيس الوزراء طبعاً. أنا وقتها حكيت إنه هناك نية لسيد رئيس الوزراء بإلغاء 17%. زين. يعني وهذه النية فعلاً الآن شفناها. تحققت. نبوتك. إيه مو النبوءة، هذه معلومات. أنا ما أتحدث بنبوءة وخيال. انت إيه كابوس تحقق 17 بس دقيقه خلينا نرجع للتاريخ شوي. مو كانت 12 شوف استحقاق 9. انا راح اقول لك ليش استحقاق الكل في يعني الى 2013 كانت موجوده، 2014 ما كانت اكو موازنه، 15 16 17 موجوده. شوف احنا في العراق حتى قوت الناس نخليه ضمن المزايدات السياسيه. انا راح اقول لك ليش. في النفقات الحاكمه في 2016 و17 كانت هناك محاولات جادة من كل الكتل السياسية أن يربطوه بالنفط، مع العلم أن النفقات الحاكمة مرتبطة بمرضى السرطان والمرضى من كل الأنواع، زين، ومستحقات الفلاحين وتوفير الكهرباء للمواطن والتجارة. إيه فتجي تربط قوت الناس. أنا بصراحة بوقتها يعني وزملاء آخرين كثيرين ناقشنا هذه الأمور ب يعني بعمق، وإلى أن اقتنع الأخوة والأخوات يا ما يصير هذا، عيب ترى يعني إحنا نربط قوت الناس وحياة المرضى بالمسائل السياسية. زين. أنا هسه أقدر شوف أنا هسه أقدر أجي أقول للشعب الكردي أبا ترى أنتوا تجيكم رواتب تخلصنا من الحرامية. أنا رجل واقعي اللي أعرفه والدكتور أيضا يعرف موجود نصا في مسودة القانون، وهذا اللي راح يبقى إذا حكومة الإقليم ما تلتزم بالتزامات المالية إنه تدفع الضرائب الجمارك النفط و و و و على أرض الواقع. أنا أحكي لك بصراحة لا إدارة الإيكيتي راح يقدرون يسووا، لا إدارة البارتي راح يقدرون يسووا. والحكومة الاتحادية مسؤوليتها حماية المواطنين وتوفير رواتبهم. والحكومه يريد يرضى ليكتي، يريد يزعل البارتي. شوف مو مهمة بس اسمح لي الحكومة. اسمح لي دكتور اللي صار دكتور محمد واخرين راح يجون يقولوا لك الحكومه اللي صار لها 12 سنه نحن شو نسوي لهم؟ فين ما ندفع؟ ما ندفع من نفط البصره لموظفي سليمانيه اللي صار لها 12 سنه توصل ل 17% وتاليها الموظف الكردي ما ياخذ راتبه. شنو ذنب الحكومه؟ مسؤوله عن حمايه المواطن وحقوقه. إذا 17% أنا أعطيها الاتحادية. إذا أنا أعطيها ومسؤولي الإقليم أي صح أنا وياك الحكومة خلص. أنا قلت للرئيس الوزراء قلت له أنت الناس في السليمانية كانوا يصيحون باسمك العبادي أنت تعقد صفقات سياسية وتهمل الشارع الكردي، والآن أنا أقول لك بصراحة هذه موازنة للانتخابات القادمة، هذه موازنة للانتخابات القادمة أنه سوينا هيك وسوينا هيك وسوينا هذا الشيء، رجعنا كل الأمور بيد الدولة. وعلى أرض الواقع أنا أشوفه من الصعب جدا. إحنا شوف في الإقليم كتغيير عانينا كثيرا، دفعنا ضرائب سياسية كبيرة جدا، وكشفنا الكثير من ملفات فساد عدم الشفافية ما أكو أحد يقدر يزايدنا عليه. لكن إذا يتعلق الأمر بالتجاوز على المادة 117 في الدستور العراقي، بالتجاوز على المادة 121 من الدستور العراقي اللي يؤكد على أنه إقليم كردستان هو كيان دستوري وفيدرالي ضمن الدولة الاتحادية، أنا أشوف هذا القانون هو تجاوز على الدستور العراقي، ويجب أن نحترم 121 ثالثا يمكن اللي تربط الموضوع بعدد السكان. عدد السكان نعم. عندك المادة 111 أيضا من نفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي. زين ما ذكرتوها إلا هسه وهي ما الجيش والله كل سنة على حدود أربيل. شنو الرساله اللي ممكن توصل للمواطن الكردي؟ استاذ احمد خليني اقول لك احنا كل سنه متذكريها بس الظرف السياسي ما كان مهيئ او ما حد يسمع يقول لك خلينا نمشي. بس انا اتفق مع استاذ مسعود في نقطه بصراحه النفقات الحاكمه وشفتها حتى في هذا مسوده المشروع مال 18 لا يجب ان تربط بعدد سكان. على سبيل المثال صار وباء في مكان معين من العراق، هل من المعقول تقول له انت يا محافظه نسبتك 10% من العراق
انطيك 12%. وبالتالي انا هل من المعقول لعد ما خليت هاي الفكره ببالي؟ لا لا لا، هل من المعقول كردستان الان تستضيف اكثر من مليون نازح واعضاء النازحين كردستان؟ الان فكرت الان النازحين كلهم اهلي. لا مو تنطيني مجال، تنطيني انا كل العراقيين اهلي مو بس النازحين، زين الكرد والعرب والتركمان وكل القوميات والمكونات. وشوف اللي دا اقوله انه في قضيه لا اسمح بالتشريع يا لا بالتشريع سيكون كذلك، لكني ساحرص على ان تاخذ كل محافظه استحقاقها وفقا لعدد السكان. كل لكن محافظة في قضيه نعم كل اقليم لا كل محافظه، لكن بس اسمح لي قضيه لا 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 اسمح لي قضيه النفقات الحاكمه. انا قريت ناس انه مخلين ايضا 12.67 وهذا اولا كنا نعرف انه الانتاج الحنطه والشعير في كردستان انتاجها عالي، وبالتالي انت لازم تاخذ منها فقط 12%. اعتقد هاي ما بيها انصاف صراحه، هاي الفقره دمر الزراعه. اي لا لا هاي الفقره انا الى الان والحكومه خلت تسمعني، انا مو مع هاي الفقره لان النفقات الحاكمه ما لها علاقه يجب ان نتعامل معها على انها واقع. اما قضيه انه كل محافظه تاخذ استحقاقها أنا مع هذا، وهذه قضية مالية لا علاقة لها بالسياسة. مخالفة الدستور. ما مخالفة، أنا ما دا أقول ألغى الإقليم، دا أقول أنطي إلى محافظة السليمانية اللي تمثل نسبة 9% من العراق 9% من موازنتي بعد أن استقطع السيادية والحاكمة. جيد. وكذلك أربيل تمثل على سبيل المثال 8% أنطيها 8% من نسبة الموازنة. أنا نائب كردي بغض النظر عن انتمائي الحزبي، نائب كردي بالبرلمان وقررت الموازنة بالأغلبية غصبا علي ومشيت، باكر أروح للمحكمة الاتحادية وأطعن بها، بها مفردات مخالفة للدستور. شنو أتعامل مع إقليم معترف فيه دستوريا وناص عليه الدستور أتعامل وياك ثلاث محافظات ليش؟ أوكي خلاص، غير هاي إشكاليتك بالعنوان؟ إقليم كردستان اللي يمثل عدد سكانه هالقد يطلع عدد سكانه من سكان العراق 12.67 عدد سكانه؟ إيه؟ لو عدد البطاقات شو اسمه؟ شنو بطاقات شنو؟ بطاقات وزارة التجارة. ما عندك تعداد سكاني. خلاص ما عندك بطاقات وزارة التجارة ماشي موافق، هي غير اللي نعتمدها. ما ممكن تعتمدها. المعيار اللي اعتمده في البصرة شنو؟ بطاقات وزارة التجارة لو التخطيط. راح اعتمد نفس المعيار هنا، ايش قد عدد سكان الاقليم؟ ما اسميه محافظة، راح انطي اغير العبارة غير هاي العبارة اللي مزعجتك، انه بدل ما اقول محافظات راح اقول عدد سكان اقليم كردستان يساوي 12.67، هاي 12.67 بعد ان استقطع منها السيادية والحاكمة. عمي ايش علي بعد انا؟ خلاص ايش تريد اسوي لك بعد يا كاك؟ يا غير هاي؟ ايش تريد اسوي لك بعد؟ انت مزعجتك كلمة محافظات مثل ما جماعه ينزعجون من تقول الشمال وكانه غير الجغرافيا وكانه بلد ما تقول بالشمال. الشمال الشمال صدام كان يسمينا الشمال. لا اكو دوله بالعالم ما بيها شمال؟ هسه كاك مصطلحات الجغرافيا شنو غير مصطلحات الجغرافيا؟ انتوا ماكو دوله ما بيها شمال. لا لا انتوا جيتوا سميتوا اقليم الشمال، ماكو شيء اسمه اقليم الشمال. لا انا ما قلت اقليم الشمال، انا تحدثت في مجلس النواب شمال العراق قلت شمال العراق زين. اي اقليم كردستان هي شمال العراق. شنو معقوله دوله ما بيها شمال؟ نغير مصطلحات الجغرافيا يعني شنو والله حتى ترضون؟ هي ما معقوله. زين نعم شوف انا يعني عبرت عن رايي بشان هذا الموضوع، واعتقد بها طبعا موازنه العراق في كل سنه بها جانب سياسي كبير لا بس لا لا لا, لا جاوبني على المعيار اللي تحكي لك. المعيار نفس المصدر اللي استخدمها ويا البصره ويا العماره ويا الانبار ويا صلاح الدين استخدمها ويا اقليم كردستان. انا اتمنى فعلا انه يتم ان يكون هناك توازن وعداله في توزيع واردات الدوله العراقيه. زين انت اذا تجي انا اذا اجي كمكون كردي اتحدث خصص لي موازنتي ما عندي مشكله، لكن تعال خصص لي ايضا لضحايا نظام صدام، خصص للشهداء للمؤنفلين لحلبشه للسجناء السياسيين للمعدوم للإعدام لكل ضحايا صدام، خليني أيضا جزء من مؤسسات الدولة الفيدرالية. أنا أشوف اللي توصلكم الحصة من ضمن لا 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 مو ضمن هاي توصل لمؤسسات. ليش تبلغ لما عندكم هالمؤسسات وأيضا من ضمن حتى لو عندك هاي المؤسسات، هذه المؤسسات هي مؤسسات فيدرالية. والله ده يفتح باب هسا نضيفهم على مؤسسة الشهداء والسجناء ونجيب جماعة رفحة ما يطلع لهم من البعير إذنه بس ما ده يعرف لا 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 جماعة رفحة هذه عمي ألاف جماعة رفحة هذا الكل يدرون به شراء أصوات انتخابية للمستقبل وعلى طول هاي تحدثنا به والإعلام أيضا تحدث به وظلم كبير على كل العراقيين وعلى موازنة الدولة العراقية. أنا اللي تحدث به أنه ما نكون انتقائيين تجي اللي تشوفه أنت من وجهة نظرك لأن تعتبر نفسك الأغلبية والأقوى
سياسيا وتفرض ارادتك في امور معينه، مو هكذا تبني دوله فيدراليه. اذا تريد تبني دوله فيدراليه تعال احترم كل البنود الموجوده في الدستور العراقي، واحنا مع الشفافيه، احنا مع انه فعلا الاموال تذهب الى المواطن، واحنا نعرف معاناه المواطن في الشارع الكردي اللي صار له سنه ما يستلم رواتبه بشكل بصوره محترمه، يستلم 25%. حسب وجهه نظرك منو الاضمن؟ الاضمن انه بغداد تكون امينه على ايصال الرواتب الى موظفي اقليم كردستان لو حكومه انتم عارضيها اصلا؟ نعم، احنا مع، شوف احنا مع الشفافيه في 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 الايرادات في الاقليم، مع احترام الدستور العراقي، ولا يمكن تحت اي ذريعه كانت المس ب كيان اقليم كردستان ككيان دستوري وقانوني موجود تحت ذريعه انه نتعامل ويا هذه المحافظه لان هذه المحافظه متعاونه معنا، وما نتعامل مع هذه المحافظه لانها غير متعاونه معنا. لا يمكن باي شكل من الاشكال تجاوز السلطات الدستوريه يعني الموجوده. مش شبعوكم كتل بالبرلمان دخلنا نعالج لكم اياها. شوف دكتور، هذا العموم، هذا الحكي رجل دولي. هذا ياكد اللي يخشاك اكبر سعودي. شنو محمد؟ انت تشتغلون على الخلاف الكردي الكردي؟ ما مشتغلين على الخلاف، تستثمرون القوة. رجل دولة. القوة القوة للحكومة، الكسرة اللي مكسورين الان الكرد مكسورين. مكسورين ولا عايزين كل شيء، ليش مكسورين؟ المثل العربي تتذكره مال البعير من يوقع تكثر سكاكينه. لا تكثرون سكاكين كردستان ولا سكاكين، وما تتعاملون وياهم بطريقة على انه دول جزء من شعبكم، جزء من الشعب وعلى رؤوسنا، وسياخذون استحقاقهم وفق عدد السكان. وفقا لعدد السكان وحسب الدستور العراقي واحترام كيان الاقليم. واحترام كيان الاقليم، ما اريد نلغي الاقليم حتى وانا 17 كاك مسؤول نزلت ال 17. شوف هاي 17 هذه الكتل الكرديه لازم يعبرون. احنا في السنوات الماضيه كانت هناك محاولات كثيره من قبل الكتل العربيه بهذا الشان. في الحقيقه عارضنا وبشده، والان انا اشوف ان الحكومه تريد تسويها مكسب سياسي لها في الانتخابات القادمه، فسحبت البساط من تحت الكتل السياسيه في البرلمان اعتبرتها مكسب له. خلينا نشوف راي الكتل السياسيه. اتمنى انه فعلا يتم ان يكون هناك عداله في توزيع واردات الدوله العراقيه، وباكر اذا الحكومه الاتحاديه في نيتها او في خططها عمل مشروع استثماري ضخم في الانبار او في البصره، عند نفس الفكره راح يكون هناك عداله، تكون هناك عداله. جيد. لهكذا مشروع ايضا في السليمانيه. جيد. وفي اربيل. انا عندي شك بهذا الامر. بالنتيجه مثل ما الدوله صارت حلم، وحلم ابتعد وتاجل يمكن 100 سنه، ال 21% اللي كنتوا ناويين تطالبون بها ايضا صارت حلم. الان ال 17 لو تحافظون عليها لو لا، مو هيك حكي طول الفيسبوك. نعم، هو اخذ 67% من الوقت، ما يخالف. ما قصرت ما شاء الله. الاستاذ الدكتور عدنان الجميلي، من حق الحكومه المركزيه ان تغتنم اللحظه التاريخيه وتمسك بها، وعلى كاك مسعود ان يتحمل النتائج. اما الشعب الكردستاني فهو المستفيد بلا شك، وسيبدا موظفوه بتقاضي رواتبهم الكامله بعد سنين انعجاف تحت حكم الزعيم. أبو شمس العراقي يقول السلام عليكم. عليكم السلام. الحصة المقتطعة هي حصة أربيل الزائدة، والعودة للنسبة الحقيقية قبل زيادتها في السنوات الأخيرة هي خطوة لتصحيح المسار الحكومي، لكن هل يتوافق هذا المسار مع المسار السياسي المحقق لتشكيل الحكومة بعد كل عملية انتخابية قبانها حكومة أربيل سابقا؟ لننتظر ونرى أينما تسير الأمور التوافقية، ومن هو اللاعب الجديد؟ علي الربيعي لو منه؟ سيف الخفاجي. سيف الخفاجي، لماذا توصف عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي بالتصعيد؟ لماذا لا نقول أن الأخوة الكرد حق معروف على أسس حسابية منطقية يجب الوفاء به لهم حسب النسبة السكانية كباقي المحافظات العراقية، ومقابل النسبة المقتطعة سيتم بالتأكيد توفير الرواتب ومستحقات الشركات النفطية؟ لماذا التركيز دوما على الجوانب المظلمة من الحل السياسي وإهمال الجانب المشرق، ألا وهو عودة جزء عزيز من البلد بعد أن كان محط شق ترهيب وانطلق لعمليات تهريب وبيع حقوق المواطنين وإنهاء حقبة تحكم الحزب الواحد بمصير الأخوة الكرد؟ أستاذ أحمد صاير ناعم ويا الجماعة. أكو شيء
وغامز لي. شكرا جزيلا على التعليقات سيد محمد. شكرا جزيلا لك سيد سعود حيدر. شكرا جزيلا لك. أما الآن فتشاهدون سيركو تعشق أجواءنا رغم الغبار. خلونا نطير للأجواء العراقية رغم كل الغبار اللي بيها. عسى نشوف ما وراء الإصرار الحكومي على التعاقد مع شركة سيركو لمدة 15 سنة لمراقبة الأجواء العراقية. يعني احتكار ما بعد احتكار. سيركو تاخذ أجواءنا بغبارها ومطرها وصحوها وأسرارها. القصة باختصار بدت من نهاية سنة 2011. تعاقدنا ويا شركة سيركو البريطانية لسنتين. وراها الحكومة قامت تجدد لها كل 6 أشهر. وبالأخير صار القرار احتكار ل 15 سنة. المعطى الأساسي يقول أنه عقد شركة سيركو خلال السنوات المضت كان عقد خدمة، ومن ضمن شروطه أن يتدرب ملاحين عراقيين. وبالفعل دربوا 214 ملاح أملح عراقي يراقبون الأجواء بنفسهم. المساكين ذولا رواتبهم فلسان، ما يتجاوز راتب كل واحد 700,000 دينار، بينما ملايين الدولارات تروح للمراقبين البريطانيين التابعين لشركة سيركو، رغم أن الشغل اللي يسووه نفس اللي يسووه ربعنا. هسه هاي مقدور عليها. الما مقدور عليه هو نوع العقد الجديد اللي حكومة العبادي مصرة عليه. العقد هالمرة عقد شراكة مو خدمة، يعني دولة اسمها العراق تشارك شركة خاصة اسمها سيركو. ما هذا الهوان يا إلهي؟ وين صارت سيادة البلد والسيطرة على أجواءه؟ وهذا مو كل شيء. المعطيات الأخرى تفيد أن الحكومة مسوية لجنة لدراسة العقد وجدواه. نسويه ونروح فالنا لو نخلي الولد 214 يديرون أجواءنا ومرقتنا على زياقنا. العبادي طلب من وزير النقل أن يترأس اللجنة، بس الوزير رفض. لهذا العبادي كلف عبد الكريم الفيصل رئيس هيئة مستشاريه بهالمهمة، وبالتالي اللجنة أوصت بالتعاقد مع سيركو. وبموجب العقد راح تحصل الشركة على 30% من إيرادات الأجواء العراقية لمدة 15 سنة. اي نعم، كل إيرادات أجواءنا تشاركنا بيها سيركو ب 30%، علما أنه العراق بوضع الحالي وبكل مشاكل الأمنية جاي تدخل أجواء بحدود 800 رحلة يوميا، أو كل رحلة تدفع ما بين 3000 إلى 4000 دولار. زين باكر إذا الأمور تعدلت، وراح تتعدل إن شاء الله، ورجع العراق يزهو بالسلام وعدد الرحلات اللي تفوت بأجواءنا انضرب في 10 وصارت 8000 رحلة يوميا، إيش قد تصير الإيرادات؟ هيك يسأل المشككين بدوافع الإصرار الحكومي على سيركو البريطانية. بس بالمقابل أكو خبراء يقولون إنه هاي الشركة عالمية ومستلمة أجواء ومطارات أهم وأكبر الدول بالعالم، ومجرد استلام هالأجواء أنا راح يجيب شغل ما نحلم به، لأنه شركات الطيران تثق بيها وتجي عليها مو علينا، يعني إحنا الربحانين. الخلاصة ملف معقد مليان غبار مثل أجواءنا هالأيام، أجواءنا اللي راح تحتكرها سيركو وعوافي للي يجيب نقش. أناقش هذا الملف مع الدكتور علي الشكري عضو مجلس النواب العراقي. رحب بك دكتور علي. وأتساءل ليش كلما نقول زاد عدد الملايين بعقد معين يزيد ويا الجدل الإعلامي والسياسي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤكد أن أي بلد يعيش ظرف استثنائي مثل الظرف الاستثنائي اللي يمر به العراق، واللي أنا أعتقده هو من عام 80 لحد اليوم هو ظرف استثنائي، يقينا أن الأزمات تتتابع والملفات تتراكم. يوميا ينفتح ملف جديد، يوميا نكتشف شيء جديد بالأزمة العراقية. يقينا أن عقد شركة سيركو هو جزء من مخلفات انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي أنا أعتقد ربما خلال الأيام القليلة القادمة نكتشف ملفات إن لم تكن بخطورة ملف شركة سيركو ربما ملفات أكثر خطورة. الخطورة وين ملف شركة سيركو؟ نعم،
الخطورة شركة مثل شركة شيركو تدير أهم مطارات العالم، مشرفة على أهم أجواء الدول العالمية، مطار دبي هذا المطار الكبير والضخم، واحد من أهم المطارات بالعالم تديره شيركو. أنا من أجي أتعاقد مع شركة بهالحجم بهالثقة، ليش أسمع اعتراض وجدل والتمديد؟ يعني من 2011 من طلعت القوات الأمريكية خلص العقد سنتين، تمدد 8 مرات. نعم. معزة بالشركة وأهميتها وقيمتها عند بالمجتمع الدولي، ليش الآن أثير الجدل؟ نعم، الواقع عقد شركة سيركو كان عقد خدمة بالإمارات، ترى مو عقد إدارة أجواء ولا عقد شراكة، عقد خدمة. وإحنا دخلنا اعتبارا من 1/1/2012 عقد خدمة. العقد كان لمدة 2 سنين، شرط العقد إدارة وتدريب. اللافت أستاذ أحمد أنه قبل أن تنتهي دورة التدريب ينسحب عدد كبير من المراقبين المدربين، نكتشف أنه يعملون بدول أخرى. طبعاً إذا تعطي 700,000 دينار أو 600,000 دينار. أحسنت، أنا جايك على هذا. وبغير دول يأخذ $4,000-5,000. أحسنت. وبالتالي عقد سيركو في الإمارات عقد خدمة وليس عقد شراكة. إحنا العقد المطروح اليوم هو عقد شراكة. ثانيا، العقد كان مدته 2 سنين فقط، بانتهاء هذا العقد تسلم الأجواء إلى العراق. الظرف اللي تعيشه الإمارات والدول التي تعاقدت مع سيركو ليس ظرف العراق. شوف، أنا راح أطرح مسألة غاية في الخطورة. قبل أيام قليلة اكتشفنا أن هناك ممر جوي، هذا الممر ممنوح لقوات التحالف. هذا الملف لا تعلم به، هذا الممر لا تعلم به سلطات الطيران المدني ولا الدفاع الجوي. يعني قائد الدفاع الجوي يوجه رسالة إلى سلطات الطيران المدني يقول لهم تم اكتشاف ممر جوي، هذا الممر يمر من الكويت مرورا بالنجف فكربلاء إلى صحراء السماوة منطقة إرضاع جوي ويعود مرة أخرى، وبدون علم سلطة الطيران المدني ولا الدفاع الجوي. معلوماتي أكو موظف سوالف لوكل هذا الممر. نعم نعم. هذا الموظف عوقب. نعم. والنقل وأعيد. ليش أعيد؟ اللجنة التحقيقية أوصت بإبعاد هذا الموظف. واللافت أن يعاد هذا الموظف إلى العمل. أنا شو أسمي؟ شنو خطورة هذا الخط؟ هذا الخط طائرات التحالف تمر حاملة لذخيرة عسكرية وتمر بمناطق مقدسة غاية في الأهمية. هسه اليوم إذا هذا الممر تعلم به السلطات العراقية خوب لا بأس، إذا صار أي خرق إحنا نعرف شو ما تعلم. طبعاً تعلم السلطات العراقية. موضوع سيادي هذا، شو وتعرف موضوع التحالف الدولي والتعاون الكبير بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي. يعني أنتم تنظرون الموضوع على أنه لا أستاذ، أنا ما تنظرون المعارضة لهذا العقد، تنظرون الموضوع على أنه شبابنا وعندنا 214 وراتبهم 700 وشركة راح تأخذ ملايين. أكو أمور الحكومة عارف بها، طبيعة التحالف الدولي، حركة الطيران، غيره. أكو أمور يمكن موظف الملاحة ما يعرفها. أستاذ أحمد، قائد الدفاع جواني ما أحب أعرض وثائق، وجه رسالة إلى سلطات. أنا أحب أعرض وثائق. لا، إلى سلطات الطيران المدني بكتاب رسمي. أي. أعلمهم بعدم علم الدفاع الجوي بهذا الممر، ولا علم سلطات الطيران المدني بهذا الممر. تم اكتشاف هذا الممر من قبل جهة أجنبية وأبلغت الحكومة العراقية بهذا الممر. مين هالجهة الأجنبية؟ يعني أحد الدول أبلغتنا وبوثيقة رسمية. هذا واحد. ثانيا أستاذ أحمد، خلي أترك الجانب العسكري. زين. اليوم أمس واليوم المراقب الجوي العراقي مضرب عن العمل. إحنا نعتقد بتحريض معين، نعتقد أكو دفع معين، ولكن لهم أحقية كاملة بالأضراب. تعرف ليش؟ لأنه المراقب الجوي العراقي اليوم اللي يدير مطار سليمانية وأربيل والنجف والبصرة والناصرية دخلت، هم مراقبين جويين عراقيين. تعرف راتبه 700,000 دينار، وراتب المراقب الجوي بموجب العقد التابع لسيركو $17,000 شهريا. أقل راتب في دول الجوار $4,000. يعني موظف سيركو ياخذ 17,000 دولار شهريا، والموظف العراقي بالخايبه ياخذ 700,000. ليش هم اضربوه؟ اكو دفع طبعا، ولكن انا اقول محقين تماما. شنو سر الاستقتال على سيركو من قبل مجلس الوزراء؟ ولهذا أنا ليش مستقتله مجلس الوزراء؟ ليش مستقتل على سيركو؟ بحيث انه حتى الوزير نعم رافض او معترض وقال ليش ما نعرض الموضوع على
دعوات مباشرة أخرى، دعوات مباشرة عشر شركات. شوف أستاذ أحمد، سيركو متميزة للأمان، سيركو بعملها متميزة. شنو متميزة اللي شيلوا ما سيركو؟ أكو طيارة إلها ثقة، براند عالمي، ماكو طيران وشركة طيران إلها ثقة تفوت بالأجواء العراقية لو ما سيركو تديرها. لا شوف أستاذ أحمد، لذلك أنا أسأل شنو سر هذا الاعتراض من قبل أستاذ أحمد. دارتها إلى 2011 شركة أمريكية، بعد انسحاب القوات الأمريكية انسحبت هذه الشركة. اجت سيركو، اليوم وزير النقل يوجه كتاب رسمي إلى السيد رئيس الوزراء يقول له احنا قادرين على إدارة أجوانا بكفاءة عالية وأتحمل المسؤولية في حالة حصول أي خلل. هذا أولا. ثانيا، اليوم الإيرادات، العقد مال سيركو السنة الواحدة 27 مليون دولار. وزير النقل، ويسمعني الآن وزير النقل، وجه كتاب قال انطوني 10% فقط من الإيرادات. تعرف احنا حصة الحكومة العراقية يعني مليونين 700 ألف دولار تقريبا. تعرف لا، هو راد 5 مليون دولار زين. يمشي كل 214، وعلى أن يعطى صلاحية تحديد رواتب المراقبين الجويين العراقيين. ليش العبادي رفض هذا؟ بس أجل حضرتك زين. تعرف اليوم إيش قد حصة الحكومة العراقية من كل واردات؟ وجنابك أشرت في التقرير اليوم كل 800 طائرة 800 رحلة تعبر الأجواء العراقية. كل رحلة من 3500 إلى 3750 دولار. الآن عندما وزير النقل يقول أتحمل المسؤولية وإحنا ندفع للشركة بالسنة 27 مليون قبال 700 ألف ياخذها المراقب. بريتش إيرلاين ما تعرف كاظم فنجاني هذا ما تعرف. ما تعرف ما تعرف أستاذ أحمد. تريد مؤسسة عالمية وشركة صاحبة ثقة كبيرة عالميا حتى تطير بالأجواء. أستاذ أحمد، مطاراتنا اللي يديرها المراقب الجوي العراقي صار بها خرق. اليوم دول الجوار اللي عندك كلها تديرها سيركو يعني بوجود سيركو؟ لا مو كل الدول أستاذ أحمد. هسه ما هسه المشاهدين يقول أحمد دافع عن سيركو، قصد إنه يرادلنا شركة عالمية حتى ننال ثقة الخبر. ولهذا وزير النقل قال أنا ليش عقد احتكاري لشركة واحدة؟ جيد ما جاوبتني. مو سألتك ليش جاي يصرون على سيركو؟ مجلس الوزراء ليش يصر على سيركو؟ جاي أستاذ أحمد أوجه دعوات لعشر شركات. أنا اللي فهمت أنه عرض على السيد وزير النقل ترأس اللجنة اللي تقدم تقرير اعتذار الرجل أي. والممثل القانوني لوزارة النقل قبل 3 أيام تحفظ على التوصيات التي سترفع على مجلس الوزراء. أنا بس أسأل من الجهة الفنية، وزارة النقل أو مو وزارة النقل؟ باشر أي خرق يصير أي خلل يصير وزارة النقل تتحمل المسؤولية. وبالتالي احنا حتى جاي تسالني ما جاي تجاوبني استاذ احمد. انا حتى هسه بالتقرير انا استغرب ذكرتها بالتقرير السيد العبادي بعد ما رفض السيد وزير النقل انه يترأس اللجنه كلف كبير مستشاري او رئيس مستشاري السيد عبد الكريم الفيصل برئاسه اللجنه، واللجنه اللي برئاسه الفيصل اوصت بالتعاقد مع سيركو. ليش الاصرار على سيركو من قبل العبادي ومستشاره؟ العبادي ما مصر غير يسمع وزيره العدل، مو وزيره العبادي غير يسمع احال على اللجنه. انا اعتقد الفاصل هذا احال على لجنه برئاسه وزير النقل تحفظ. انا لو كنت انا اقول الراي الفني هو لوزير النقل. هذا اولا. مدير عام الدائره القانونيه اولت البارحه تحفظ قال ما وقع زين. اليوم الدائره القانونيه بالامانه العامه لا بوزاره النقل. وزاره النقل نعم. تعرف اليوم الحصص اللي مقدمة حسب التوصيات اللي قد تعرض على مجلس الوزراء 25 لوزارة النقل العراقية من الحصة طبعا وانت احسبها الآن 30% حصة سيركو 20% صيانة وتطوير معدات 25% لموظفين 20 صيانة وتطوير هاي الشركة تقوم بها طبعا يعني صارت 50% 50 لا هسه اجيك و 30 بدون صرفيات يعني. طبعا صافي ربح ربح 30 30 صافي ربح 20 صيانة وتطوير و25 لموظفي سيركو العاملين بالأجواء العراقية يعني. و25 تدفع للموظف يعني العراقي يعني خصم الحجي سيركو 75 والعراق 25 بما فيها رواتب المراقب الجوي العراقي اللي أخذ 700 ألف 15 سنة نعم. ولهذا ما موضوع السيادة نعم ما حكينا موضوع السيادة هسه أنا ليش ما حكينا؟ احنا بدينا موضوعنا بالسيادة يا أخي. هذا مو بس أنا طرحته، هذا رفع لدولة رئيس يعني الوزراء. يعني هسه 75% من سيادتنا أتسيركم
إذا توقعت 75% من المليارات التي ستدخل إلى العراق إلى لجوء العراق. لا لا عزيزي اليوم 800 رحلة هذا مو كلام هذه معلومة وبالأرقام. اليوم داعش انتهى، كردستان عاد إلى حضن العراق، العراق إن شاء الله سيشهد طفرة، أنا أتوقع هكذا، استثمارية عمرانية، شركات أجنبية كانت تتوجس من الدخول إلى المركز ستدخل إلى المركز. أستاذ أحمد 3800 رحلة تدخل إلى مطار النجف بالزيارة الأربعينية، تقول لي مليارات بالفترة القادمة ما تيجي خلال سنة؟ لا تيجي. اليوم عقد سيركو السنة الواحدة 27 مليون دولار، سنتين 54 مليون دولار العقد مالتها. زين على 800 رحلة اليوم تقريبا، تقريبا 800 أكثر قليل أقل قليل، تقريبا معدل. نعم هو المعدل 800. زين بكرة الأجواء العراقية رب العالمين من علينا بهذه نقطة الربط العالمي. لا باشر أنا قطعا أقول لك إذا يعني سيركو تريد تخسر عندما تأخذ 54 مليون دولار بسنتين، ولماذا هذا التجديد المستمر؟ ولهذا أنا قلت التجديد قد أكون إلى مبرر، لكن من أجئت في عقد 15 سنة نال وعقد شراكة وعقد خدمة، نعم مو عقد وأنطي أكو نسبة صارت مكور 75% للشركة 25. نعم هذا يصير علي علامات استفهام كلش كبيرة يا مجلس الوزراء، عدا وزير النقل اللي حسب ما يقول لي الدكتور أنه معترض على الموضوع ومو كلش خاش مخه. أي لا مو بس هذه، أنا أقول أكو شركات بكفاءة سيركو، والسيد الوزير يقول وجهوا دعوة لعشرة شركات بكتاب رسمي، دعوة مباشرة. نعم مثل هذه العقود دعوة مباشرة مو إعلان مناقصة. تعتقد أنه شروط أفضل شروط تعاقدية أفضل للعراق لو نجيب غير شركات؟ أنا إذا تسألني أقول لا، كوادرنا قادرة، مو أنا أقول وزير النقل يقول، يقول اعطوني 10% لوزارة النقل وتسعين لموازنة الدولة، يقول أنا أديرها. زين اليوم يخاطر وزير بمستقبل المهني وقد إذا صار خلل يحاسب أمام المحاكم ويقول اعطوني أنا أدير العقد. تعتقد أن المطارات العالم تستقبل الطائرات اللي طايرة بين العراق لو ما تدري أنه سيركو مسؤول عن أمن مطار بغداد ومسؤول عن الملاحة ومسؤول عن كل مرة ثانية أقول أكو اسم عالمي اسمه سيركو. نعم. هذا هو اللي ينطي الثقة لكل الشركات العالمية وينطي الثقة لكل اللي يعني يتعامل مع الأجواء العراقية. نعم لماذا مطار النجف تنزل بي اليوم طائرات عالمية حتى بمطار بغداد ما تنزل واللي يدير؟ لأن سيركو موجود. لا مراقب جو عراقي. إيه بس سيركو مسؤول عن الأجواء العراقية. على مطار بغداد موجودة سيركو. بالنجف لا، المراقب الجوي العراقي يدير، واليوم اللي قاعد على المراقبة على البرج المراقبة هو مراقب جوي عراقي، بدليل أنا راح أعطيك الدليل، البارحة واليوم صار إضراب من قبل المراقب الجوي العراقي توقفت حركة الملاح، ليش ما قدرت ما استطاع عمال سيركو يديروا الأجواء؟ البارحة واليوم صار عندنا خلل. عافوا الابراج البارحه اليوم صار غبار فصار. لا 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 جزء من الغبار، لا بس هم يجوز الشباب من حرصهم الملاح اختاروا الاضراب وايصال الرساله في وقت الغبار حتى ما يصير تعطي المحرك. استاذ لا ليش نزلت بعض الطائرات استاذ احمد زين البارحه واليوم اضربوا ومحقين تعرف ليش؟ جي 700,000 دينار المراقب الجوي العراقي 17,000 دولار العامل في سيركو من حامل الجنسيه البريطانيه ابيض وعيون ازرق يستاهل واحنا يستاهل 17 واحنا ولد الملح 17 على الاسد يقول الحكومه تصر لانها تعلم جيدا ان فسخ العقد مع هذه الشركه يعني فتح الباب لحيتان البرلمان والاحزاب الكبيره على امتصاص مستحقات هذا العقد بالكامل مع رداءة الخدمه ومشاكل فنيه وما انزل الله بها من سلطان. وتاكد اخي الغالي ان خزينه الدوله اذا كانت الان تستفيد اقل بقليل من استحقاقها الفعلي من شركه سيركو فسخها للعقد سيكون بمثابه ضياع الخيط والعصفور. بكل اسف هذا هو واقع الحال مع فاق التقدير. اختصر لك اياها على دكتور هنيان مبارك. دكتور علي الشكري عضو مجلس النواب العراقي شكرا جزيلا لك. شكرا لكم ونشوفكم باكر ان شاء الله.